الحمد لله طبعا على كل حاجه. طبعا احنا برضو عندنا يعني كان ممكن يبقى المكسب قريب مننا النهارده، انما احنا عندنا مشاكل كتير في عدد اللعيبه اللي جاهزين، مش جاهزين لخوض المباراه بتاعه النهارده، لا جاهزين لخوض المباريات بتاعه البطوله كلها. زي ما انت شايف كده القدرات البدنيه والجسديه للعيبه، مش عايزين نتكلم في اعمار مظبوطه ولا مش مظبوطه، انما هو ده اللي موجود. انا لما اكون معايا مثلا 30 35 لعيب منهم 15 20 واحد صعب مرحله البلوغ لسه ما اكتملتش او لسه ما وصلتش للناس، فموضوع صعب جدا بالنسبه لي. نتيجه كده كمان بالاضافه لان عندي 2 رباط صليبي، واللعيبه اللي بتتعور بيبقى وضعها صعب قبل ما بترجع تاني. غير كده وكده يعني انا حصل لي دروب لان انا اعتمادي على 15 17 لعيب، لما حد بياخد انذارات بيبعد. الدروب حصل ان انا لعبت 4 ماتشات في 14 يوم، سبت وثلاث. فاللي بياخد انذارات ما بالاضافه اللي بتبقى مكانه بتبقى على الاقل جسمانيا اقل، انما اللعيب اللي انا بتكلم عليها ان هم قدراتهم لا، في قدرات فنيه هايله، بس ما ينفعش ان المشاركات. زي ما انت شفت عندنا ماتش الجيش نفس الحكايه، يعني مش عايزين يعني نتكلم من غير دلائل، بس لو اتعمل منتخب ل 2003 واللعيبه دي اختاروها هيبقى موضوع صعب جدا، هيبان كل حاجه. لان قبل كده حصلت 12 لعيب قبل ما يسافروا باسبوع رجعوا، لان هم ما عندهمش السن ده. اشتغلت معاهم سنه، واشتغلت برضه مع 2003 قبل كده. الدروب كان السنه اللي فاتت ل 2003 لظروف تغيير مدربين وكده، حصلت لخبطه شويه، فمستوى اللعيبه تقريبا يعني كان يعني مش عايز اقول ضيعنا وقت ما بين مدرب ليه فكر وواحد تاني بيجي يمسك والتالت بيجي يمسك، فاللعيبه كان في تشتيت بالنسبه لهم. يعني انا لسه بعد المباراه قلت لهم انا في فتره ما بين الدور الاول والدور الثاني انا مش هديها اجازه، انا هشتغلها عشان لازم يبقى في اضافات، ولازم انا جاهز لكل مركز في واحد واثنين وثلاثه كمان. بس انا يعني صعب العب قدام انبي مثلا او قدام الزمالك باولاد صغير يعني صغيرين، اللعيبه بتاعه 2004. انا كان نفسي يبقى في فتره اكتر شويه ان هم يكونوا معانا، هنقدر نقف والكلام ده، ان هم جول يوم الخميس، ويوم الخميس تمرينه واحده والجمعه تمرينه خفيفه. ف يعني الحمد لله طبعا على كل حاجه، بس انا بقول لك لو عندي عدد شويه كده يعني انا التغييرات، يعني انا بقول لك عايز اعمل تغييرات وعندي ثلاث لعيبه من 2004، ولو دولت مش موجودين هتبقى الموضوع بالنسبه لي صعب. يعني كان سهل قوي النهارده لو ممكن في البدايه ما تبقاش كده، كان ممكن يبقى في خساره لو الناس دي مش معايا واعتمدت على اللي معايا، وفي عندي غيابات كمان غير الاصابات، عندي غيابات كتير.